بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا مزيدا أبدا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله. وقد سبق الحديث في حلقة ماضية عن المصاب الكبير الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في السنة النبوية من سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا مجملا ماذا يترتب على هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصاب فلنا فيه أسوة، كيف بحث عن الشفاء، كيف بحث عن الدواء، كيف تعامل مع هذا العناء، كيف تعامل وصبر على هذا البلاء. فما من مصيبة يصاب بها العبد إلا ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بأعظم وأشد وأكبر منها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتعزى بي وبمصابي، فإن مصاب النبي صلى الله عليه وسلم حري بأن ينظر ثم يستفاد منه أعظم الدروس والعبرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر بالشفاء وكيفية التداوي، وأنزلت عليه بسبب هذا المصاب المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حينما نزلت هذه السورة وما فيها من المعاني والأمر من الله سبحانه وتعالى بالتعوذ من الشرور بكل ألوانها وأشكالها، أجد أنني مضطر إلى أن أعرض بهذا الحديث وأذكر شيئا مما أمر الله تعالى بالتعوذ منه في الشرور الأربعة الواردة في سورة الفلق. لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه فقال: قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد، وهذا أمر من الله، أعوذ، والعوذ هو طلب العياذ من الشر. ويختلف العياذ عن اللياذ بأن العياذ يكون من الشر واللياذ يكون بالخير. ألوذ بك أي أطلب منك خيرا، ولاذ إلى كذا أي طلب منه الخير. أما أن يتعوذ فهو أن يعتصم ويلتجئ بالعظيم سبحانه وتعالى دفعا لضرر وشر يرتقب أو يخاف منه أو يريد أن يحترس ويبتعد عنهم. فقال: وأعوذ بك من زوال نعمتك، وغير ذلك من هذه الأدعية. هنا يأمر ربي سبحانه وتعالى: قل يا محمد أعوذ برب الفلق. والله سبحانه وتعالى هو رب الفلق، وهو رب الشفق، وهو رب الفجر، وهو رب جميع الأزمنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأقسم بها تارة في كتابه الكريم: ولله أن يقسم بما شاء، وليس للعبد أن يقسم إلا برب الأرض والسماء. ثم ماذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نتعوذ منه؟ قال في الأولى: من شر ما خلق. وهذه الآية فيها إثبات كبير أن الشرور الموجودة في الأرض لم تكن موجودة إلا بعد أن أذن الله سبحانه وتعالى وشاء وأوجدها لاعتبار مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فيلزم من ذلك أنه خلق الخير والشر. لكن لم يخلق الشر سبحانه وتعالى لينكل بنا، إنما خلقه ليختبرنا ويختبر صبرنا وحلمنا وصدق توكلنا واحتسابنا. وهذا التوكل أعظم عبادة قلبية ممكن يتقرب فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويعتبر نفسه فيها مؤمن، إذا وجد في قلبه توكلا على الله سبحانه وتعالى. المهم اعتقادك أن الشر الموجود من الأمراض والأوبئة والسباع والهوام هي لم تكن موجدة لنفسها من تلقاء نفسها، ولم يخلقها ويوجدها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الله الذي قال: الله خالق كل شيء. وذكرت أن هذه العبرة بهذه المخلوقات هو الابتلاء لا الكره من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء من البشر أو غير ذلك من الحيوانات صغيرها وكبيرها. إذن أول شر نتعوذ منه هو شر كل ذي شر. هذا الليل إذا دخل علينا فإنه يدخل بما فيه، وكما يقال: الليل أخفى للويل. دائما الليل يا إخواني مخيف
وعبر الأزمنة والعصور يحب الناس النهار، ولهم فيه سبحا طويلة، وفيه الأرزاق والمعايش والترحل والتنقل. أما الليل فإنهم يقفون عنده ويكون سباتا ومناما، فتكثر فيه الهوام وتنتشر فيه السباع وتنتشر فيه الجان والشياطين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من التحصينات التي يتحصن بها، من أن يوكل الإنسان السقاء ويغطي الإناء وتغلق الأبواب ويكف الصبيان، كل ذلك تعوذا من هذا الشر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأن نتعوذ بالله الخالق من هذا الشيء المخلوق. نكتفي بهذا القدر، فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود وإياكم من جديد. عودة إليكم من جديد، ولازلنا وإياكم في الشرور التي أمر ربي سبحانه وتعالى بالتعوذ منها. لما قلنا أن الشر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لعبرة ولعلة، ألا وهي مدى صبر المؤمن واحتساب المبتلى على ما قدر الله وقضى، علمنا أن كل شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، لماذا كان الليل سببا من أسباب الشرور؟ قال الله: من شر غاسق إذا وقب، أي تعوذ أيها المؤمن، أرجو الله وادعو الله تعالى بأن يكفيك شر الغاسق إذا وقب، وهو الليل إذا دخل. هناك دعوة نبوية بخصوص الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، فيقول عليه الصلاة والسلام: قال: وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. دائما يا أخواني، بالتجربة وبالتعامل وبالمعيشة التي يجمع الإنسان خبراته منها، يجد أن طارق الليل مخيف، تكون في راحتك وفي منامك عند الساعة الثانية ليلا، فيرن الهاتف أو يطرق الباب فتخاف وتقول مباشرة: اللهم اجعله خيرا، أو تسأل الله تعالى أن يستر الحال، أو تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفق بك. لأن بمثل هذا الوقت لا ينتظر سؤال من محب، ولا اتصال من جار، ولا تعامل ولقاء أو أنس ومجالسة مع قريب أو زميل، فدائما دواعي الشر تكون مخيفة أكثر بهذا. فيسأل ربه هذا العبد، يسأل ربه أن يعيذه من كل طارق يطرق بالليل. قال: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، كأن تأتي البشارة بأمر منتظر وببشارة مرتقبة فينتظر فيها ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إياه، فيتعوذون بالله تعالى بما صح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أكثر من التعوذ بما أمر فيه ربنا جل جلاله، فإنه به وعبره نكون من الفائزين والناجين والرابحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وأن يسترنا وإياكم بستره الواسع وعطائه الشافع، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بقي منها ما نستكمل به بحلقتنا القابلة. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.